في شأن آخر، قررت الجزائر تقديم 240 منحة دراسية جديدة للطلبة القادمين من زيمبابوي ليرتفع العدد الإجمالي إلى 360 منحة. الخطوة ثمنها وزير الخارجية الزيمبابوي فريدريك موسيوا شافا في تصريحات أدلى بها عقب استقباله من طرف نظيره الجزائري أحمد عطاف. بيان عن الخارجية الجزائرية أوضح أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض علاقات التعاون بين البلدين وأفاق تعزيزها على ضوء الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وأكد التشاور والتنسيق حول عديد القضايا الإقليمية والدولية التي تندرج في صلب اهتمامات البلدين. كما تبادل رئيسا دبلوماسية البلدين وجهات النظر والتحاليل حول مستجدات الأوضاع على الصعيد القاري، وبالخصوص سبل وأفاق تقديم مساهمة مشتركة لتعزيز العمل الإفريقي المشترك وإحياء دور المنظمة القارية في ترقية وتسييد القيم والمبادئ والأهداف التي قامت عليها. ناقشنا العلاقات الجزائرية الزيمبابوية، ومن جهتي لقد شكرت الجانب الجزائري على تقديم المنح الدراسية للطلبة. لقد تم منحنا 240 منحة دراسية إضافية ليصبح العدد الإجمالي للمنح 360 منحة حتى الآن. كما نثمن الشراكة في مجال الطاقة التي تدفع إلى تحسين ميادين أخرى.